وعودة إلى خبر انخفاض ودائع البنك التجاري الأمريكي لأقل مستوى له منذ عامين، حيث انضم إلينا هاتفيا الدكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي والقانوني. بعد التحية دكتور، يعني شهدنا تراجع ودائع البنوك التجارية الأمريكية لأقل مستوى لها في عامين، وهو بكل تأكيد له الكثير من التداعيات والآثار على الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا مصر، تحليلك. والله يا فندم، هو احنا لو بنتكلم على تداعيات أزمة البنوك الأمريكية فلازم نفهم كذا حاجة. أولا، هذه الأزمة هي من يعني نتائج أو من نتائج الغير مباشرة للحرب الروسية الأوكرانية. ليه؟ لأنه أساسا الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى موجة تضخم عالمية. روسيا وأوكرانيا بيصدروا المواد الأولية اللي هي البترول زائد القمح والشعير والحبوب. ده أدى إلى موجة تضخم عالمية، يعني مثلا في الولايات المتحدة التضخم في يونيو 2022 بلغ 9.1%، وده أعلى مستوى ليه من سنة 82 من عهد الرئيس الأسبق رونالد ريغان. والتضخم المستهدف في أمريكا كان 2%، فطبعا 9.1% ده عالي جدا، وده أدى إلى سلسلة من رفع الفايدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. يعني هو من مارس 2022 لمارس 2023 اترفعت الفايدة 9 مرات بمقدار 465 نقطة، يعني 4.75%. ده أدى بداية إلى إنه المحافظ البنوك من الأوراق المالية قيمتها السوقية تنخفض. ليه؟ عندنا قاعدة في علم التمويل إنه لما في حاجة اسمها تكلفة الفرصة البديلة، بمعنى لما شاتك ورقة مالية سواء سهم أو سند والفايدة ترتفع، معنى كده إن الفرصة الاستثمارية البديلة بتبقى أفضل، فمعنى كده إن جاذبية هذه الورقة للمستثمر بتبقى أقل، فلازم قيمتها السوقية تنخفض. هذه في بنك سيليكون فالي، والبنك حقق ما يسمى بخسائر دفتريه. خسائر دفتريه يعني طول ما انا ماسك الورقه دي في ايدي لسه ما بعتهاش، فالخساره بتبقى في دفاتري فقط، لان ممكن الورقه ترجع تاني ترتفع. لكن طبعا الخسائر الدفتريه لما البنك بيبدا ينشر الميزانيات بتاعته بيبدا المودعين يقلقوا، فهذا القلق بيخليهم يروحوا يسحبوا الودائع بتاعتهم، فده بيؤدي لان البنك بيبيع الاوراق الماليه دي عشان يقدر يدفع الودائع، فبتتحول الخسائر الدفتريه الى خسائر حقيقيه. طبعا الموجه دي بتظل وبتزداد لغايه لما البنك ما بيقدرش ان هو يكمل دفع. ده بيؤدي لحاجه اسمها المخاطر النظاميه. المخاطر النظاميه ممكن لو بنك بدا يتعثر، هذا التعثر يؤدي الى تعثر بنك ثاني وثالث كده، حاجه اسمها دومينو افكت او زي قطعه دومينو اللي هي بعضها. فده بالضبط اللي حصل في الولايات المتحده. يعني احنا عندنا في 3 بنوك، وهي بنوك تسمى ببنوك اقليميه برضه عشان الناس تبقى فاهم. الولايات المتحده فيها 4 انواع من البنوك. في البنوك الدوليه اللي هي البنوك اللي هي عندها عمليات دوليه نشطه وعندها فروع وعندها شركات خارج الولايات المتحده، ودي بنوك مش كبيره الانتاج كتير حسب، لان لازم يكون حجمها كبير جدا. وفي ما يسمى بالبنوك الاقليميه اللي هي البنوك اللي هي من حقها انها تشتغل في اكثر من ولايه. وفي البنوك القوميه اللي هي البنوك اللي هي معاها رخصه تشتغل على مستوى الولايات المتحده كلها. وفي بقى بنوك الولايات الصغيره اللي هي بيبقى بنك داخل ولايات. فالثلاث بنوك اللي هم تعثروا لغايه دلوقتي هي بنوك اقليميه، بمعنى هي بنوك بتشتغل في اكثر من ولايه لكن ليست على المستوى القومي، وهي بنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر وفيرست ريبوبليك بانك. ده ادى زي ما قلنا الى زياده المخاطر النظاميه، بمعنى لانه مثلا بتلاقي في بنوك ثانيه حاطه ودائع في هذه البنوك. ده نمره واحد. نمره طب هل هناك تحرك من الدوله لمسانده البنوك المتعثره؟ اكيد اكيد. هو هذه المره الحقيقه يعني الاداره الامريكيه اتعلمت بقى من ازمه 2007 لما حصل طباق شويه في انقاذ البنوك المتعثره، وكان الكلام ساعتها في 2007 انه الحفاظ على الفلسفه الراسماليه اللي هي
البقاء الاقوى او البقاء الاصلح. فلازم ان احنا اللي يتعثر بنسيبه يشتغل كويس، يعني اوريدي بيستمر في الطريق، ولا المره دي اصبح هناك يعني تعلموا من الدرس. حتى الرئيس جو بايدن بيطمن وش ان ودائعك امان ودائعك، يعني هناك حاله تطمين عامه. نعم هناك حاله تطمين، بس هي في مشكله وضحت الرؤيه. اشكرك. نعم. شكرا جزيلا. وضحت الرؤيه. شكرا جزيلا الدكتور ايمن غنيم، الاستاذ بكليه اداره الاعمال بالجامعه الامريكيه والخبير المصرفي والقانوني.